مساء الخير بنات، بما اني قاحط ميك اب فقلت خل اصور لكم الفونديشن شلون تغطيته مال جلامز. طبعا جلامز سعره ينن حق البنات اللي يحبون فول كفر ما يتحرك، يتم نفس ما هو من حطيتي لين تخلصين مناسبتك او طلعتك. جلامز بس فول كفر، يعني مو شيء خفيف خفيف، لا بس انه ما تحسين فيه ثقيل على الوجه، لا خفيف بس يعني يعطيك تغطيه كامله. راح اخذ هالدرجتين، طبعا هذه درجه طبيعيه، يعني اذا كافي اذا طبيعيه تبين كذي اوكي، اذا تبين شويه برونز حط شيء خفيف بس عسره واحده نخلطه. شوفوا الحين التغطيه مالته، يعني ترى مو مقمجته وايد، حط عسره خفيفه، يعني حتى اللي ما تبي يكون في درجة برونز لا تاخذ الخامج، تاخذ الفاتح. طبعا هذه الفرشة كما اقول لكم عنها، فرشة اللي مطلية ذهب. اوكي شوفوا تغطية اشعاراتها. اوكي الحين في اثنين كونسيلر، طبعا بنات يعني حق لا تستخدمونه يومي، اي فونديشن فول كفر وايد احس انه مو زين يومي، فعادي مثلا استخدمين بالاسبوع مرتين حق مناسبات كذي. في الحين هذه الكونسيلر درجتين، واحده قام جاهز حبيت منه، فيهم فيتامين اي فيعني حتى يعالجون تحت العين. هذا غامج وهذا فاتح، اوريكم الدرجه مالت الفاتح. طبعا عندي ساعتين استاذي احط لكم اياها بعدين اخر شيء. شوفوا هذا الفاتح، شيل شوي هذا الفاتح، فظيع فظيع الكونسيلر مالهم. اوكي وهذا اللي عندهم هالات. اوكي شوفوا هذا مال الهالات، فانا شو اسوي خلطه شوي عشان يعطيني درجه وايد طبيعيه. اوكي احنا حطيته احنا وسعه طريقه الطبطبه، طبعا لا تسحبين. شو تغطيه شعراتها، طبعا متى يصير حلو لما ينشف، يصير كنش حاطه بودر يعني بودري وتغطيه حيل شي بسموت. شو تغطيه شعراتها، طبعا متى يصير حلو لما ينشف، يصير كنش حاطه. الحين راح احط بودر تحت العين اثبت، بس هذا بقايا شي طبطب عليه. الحين احط بلاشر من توم فورد بس في المنطقة ما راح اوصله هنا. اوكي الحين رسمت الحواجب، طبعا الخشم حطيت كونتور بس للحين ما دمجته ولا مسحته عشان على ما تشرب البشرة. راح اطالع فوق كسرة كذي، حط شادو. راح البس كايلي لان انا كله البس الرموش المسحوب. وايلا شو سوى فينا الصمغ، حطيته بالغلط كذي لفوق، ابي ارفع الرمش وصل لين الصمغ، خرب لي الشادو شوي وايد مو شوي بعد. المهم تدير بالكم لازم يكون ناشف 100%. طبعا شو تسوون اذا حطيتوهم رفعوهم كذي بعد ما ينشفون، لا تسوون نفس غلطتي سويت شعر طول وطار الصمغ لفوق. سوى كسروهم علشان يبينون شي مفرقين حلوين، حبيتهم. الحين ادمج الكونتور واسوي شفايف. اوكي الحين احط حطيت الاضاءة مالت بوبي براون واصور لكم اياها. اوكي خلصنا تقريبا، بس باجي حمرة وحط الاضاءة هنا شوي وما ادري شلون حمرة. اوكي الحين حطيت الاضاءة نفسها اللي حطيتها فوق، حطيتها هني، حط المسكرة، راح اختار لكم مسكرة كنا حاطين مركبين الرموش. اوكي حطيت مسكرة تحت حق الرموش اللي تحت، شوفوا جمال الرموش شلون كنا تركيب. هذا بعد ما حطيت لها وايد لانها اصلا مالتي مخلصة. الحين راح احط التنت هذا، يعني ابي الميك اب يصير وايد شكله طبيعي. اوكي الحين حطيتها، عاد في بنات يحبون كذي وفي لا يعني يحبون اكثر طبيعية، انا راح امسح. ان شاء الله استفدتوا، وعلى سات راح احط لكم الاكونت مالهم وراح احط لكم عندي بالوسيك موجودة. بس بنات هذه العدسة تكبر شوي العين، فيها حدود، يعني حق اللي يحبون وايد طبيعي وما تبين فيه حدود ولا شيء لا، هذه وايد فيها تحديد. حطيت شوي زيادة بلاشر وردي من بسام فتوح، يعني لون البشرات الجديدة.